السلام عليكم تلاميذ السادس ابتدائي. دونك بالنسبه للامتحان الموحد اللي عندكم، مازال لكم شهر، يعني غادي نحاول ان شهر كامل نخدم معكم تصحيح نماذج جهويات، نعطيكم من الغيزومي ديال اي حاجه، الدروس، تلخيص ديال الاجتماعيات، التربيه الاسلاميه، العربيه، اي حاجه. دونك هنايا غادي نخدموا مراجعه بالنسبه للتربيه الاسلاميه، غادي نعطيكم واحد مجموعه ديال الاسئله. انت ممكن تحبس الفيديو، دير بوز باش وعد نعطيك الجواب، يعني انا منحيده لكم الجواب، كتشوف بعد السؤال تشوف راسك واش مراجع الدرس واش مازال عاقل عليه، وعاد نعاود نعطيك الجواب، هكا تمتحن راسك، هكا طريقه زوينه انك تمتحن راسك. دونك شوفوا معايا دابا، مثلا السؤال ثلاثة، أنا محيدة لكم الجواب، أنت غتقرأ أذكر بعد أسماء يوم القيامة. إذا غتبقى نتايا هنا حابس، دير بوز الفيديو، تمشي تفكر تكتبهم وتخدم الفيديو، تشوف واش صحاح، ولا لقيتي راسك ديجا ما عارفش تمشي ترجع تشوف الدروس عندكم. يعني هاكا مراجعة للتربية الإسلامية، كاع الأسئلة اللي كيتحطوا كيتعاودوا في الإمتحان. غادي نخليكم مع الفيديو كامل بهذه الطريقه هذه، غنبقى نحيد لكم الجواب، انت تقرا السؤال اللي مكتوب بالمارو وعاود عاوتاني تشوف الجواب، ولا تحبس الفيديو تكتب في ورقه، هكا كتبريباري، هكا كتوجد بواحد الطريقه اللي هي مزيان. بالنسبه لهنا هاد الاسئله هادو 5 و 6 خليتهم لكم باينين، اذكر بعض اسماء الملائكه ووظائفهم، انا خليت لكم باين السؤال 5 و 6، ولكن الاسئله الاخرين كلهم حيدتهم، يعني جبريل عليه السلام، يعني بعض الاسماء الملائكه البعض، وكل واحد والوظيفه ديالو. دونك هنا عندنا ميكائيل مكلف بالامطار، اسرافيل مكلف بالنفخ في الصور، دونك هي غاده بحال هكا. عندنا ملك الموت مكلف بقبض الارواح، نكير ومنكر مكلف بسؤال الميت في القبر. يعني اذكر بعض، انا قال لك بعض، ان تكون حافظ واحد اربعه واحد خمسه، محدوش لكم شحال. ما القيمه المستخلصه من الايمان باليوم الاخر؟ هادو خليتهم لكم باينين، ولكن الاسئله اللي جايين غادي ندير خدم معكم بنفس الطريقه. اذا هنايا تشوفوا معايا الاسئله اللي كندير لهم اطار بالزرق هو الجواب. صافي، غنخليكم دابا مع الفيديو، غيبقى غادي بهذه الطريقه.